السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا للحضور. طيب، اليوم إن شاء الله عز وجل حتكلم على محاضرة مهمة جدا، وهي تكملة موضوع الهربس. الهربس سيمبلكس فارس تايب 2. ركزوا معي لو سمحتوا، كلما كان في اكتيفيشن في حل الاكسرسايز، لانه في 2 كيسز اعتقد، حتكون الامور سهله جدا. اليوم حنواصل موضوع عائله الهربس فريدي. في معنا في الهربس فريدي معنا، حناخذ الاتي، حناخذ الابشتين اور ابشتاين بار فيروس والسايتوميغالو فيروس والهيومن هيربس 6 و7 و8 سمبل، ثلاثه كلهم سمبل دول، هم اهم شيء بالنسبه لنا، الابشتاين بار فيروس والسايتوميغالو فيروس. اذكر بالعائله السعيده جدا اللي هي الهابي، وزي ما اتفقنا دي فيها 2H وفيها A وفيها 3P، والواي زي ما قلنا عشان نخليها سعيدة. طيب، اتفقنا انه العائلة، كل عائلة الدي ان ايه، كل عائلة الدي ان ايه عبارة عن انفلوبد ونيكد. الانفلوبد زي ما قلنا هم دبل ستراند الدي ان ايه، قلنا اول عائلة فيهم هم هربس فريدي، وثاني عائلة يا هيبة دي ان ايه فريدي، ودي حنأخذها ان شاء الله عز وجل في محاضرة كاملة، في ثلاث محاضرات على الهيباتايتس، حنتكلم على محاضرة كاملة على الهيباتايتس بي إن شاء الله. وآخر عائلة في الامبلوبد فيروسس البوكس فريدي، إن شاء الله دول حنتكلم عليها إن شاء الله، البوكس إن شاء الله اليوم، لأنها هي سهلة وحتشوفوها سهلة جدا. في الامبلوبد اتفقنا أن في معنا سينجل ستراندد ودبل ستراندد. السينجل ستراندد قلنا معنا يونيك فيروس اسمه بارفو يا بارفو فريدي. البارفو فريدي اللي هو بارفو فيروس بي 19 اسمه. وبالنسبه للدبل ستراند دي ان ايه، ادينو فريدي وبابوفا فريدي. ان شاء الله باذن الاسبوع هذا الجاي نخلص عائله الدي ان ايه ان شاء الله بالكامل. طيب، اتفقنا على ان مجموعه الهربس فيها 8 اعضاء. قلنا اول واحد هربس سيمبلكس تايب 1، هربس سيمبلكس فارس هربس سيمبلكس فارس 3 اسمه 3 فرسيلا زوستر، والسايتوميغالو فيروس ابشتين بار فيروس، وهيومن هربس فيروس 6 و7 و8. جميل. الكابوسي فيروس، اليوم حنتكلم حقيقه على موضوع الابشتين اور ابشتاين بار فيروس. هم اثنين او اسم عالم، الابشتين والبار، فذا فيروس مهم جدا، نشتيكم تركزوا فيه ان شاء الله. حنتكلم عليه في المحاور التاليه، حنتكلم عليه في ديفينيشن، باثوجينيسيس، لاب دياجنوسيس، وتريتمنت والبريفنشن. طيب، الفيروس ده كاركترايزد باي 3 بي، من اسمه 3 بي، هو مش اختصار ابشتين بار فيروس، شايفين البي اللي في الوسط الكبيره، ابشتين بار فيروس. اول بي انه انفكت البي سيل، اول امر فيها انه حينفكت البي سيل. الامر الثاني انه كمان حيظل ليتنسي، واحنا اتفقنا انه عائله الهربس كلها لديها صفه الليتنسي. الصفه الثالثه انه قادر يعمل كانسر، ويعمل كانسر اسمه بيركتس لينفوما، وكمان يعمل اذر كانسر اسمه النيزوفارينجيال كارسينوما. إذا الإبشتين بار فيروس قبل ما ندخل في الديفينيشنز، له 3 بي كاركترز، مجموعة في 3 بي. البي الأولى أنه يصيب، الثانية أنه ليتنسي في ال، والأمر الآخر أنه يعمل تيومر وسميناه بيركتس لونفوما، وكمان نيزوفارينجيال كارسينوما. طيب، تعالوا نشوف الديفينيشنز لهذا الفيروس. أكيد الاستراكشر ما عندكم مشكلة خالص، أكيد هو دبل ستراند دي إن إيه، أكيد هو انفلوبد، أكيد هو إيكوسا هايدرال. هذا الفيروس leading to disease اسمه infectious mononucleosis. إذن usually الفيروس ده عنده قدرة أنه يعمل disease مشهور جدا اسمه infectious mononucleosis. تمام، تعالوا نشوف الباثوجينيسيس حقه، ركزوا معي لأنه هتكلم عليها وحتعملوها أنتم إن شاء الله.
هو على فكره ده يسموه كمان كيسينج ديزيز، يسموه الانفكشس مونونيوكلوزس كيسينج ديزيز، لانه ينتقل بالسلايفا. اذا اول مود اوف ترانسميشن له انه ينتقل بالسلايفا، ومن هنا يسموه كيسينج ديزيز. من السلايفا الى الاورو فارينكس يحصل له ملتيبليكيشن. اثناء ما يحصل له ملتيبليكيشن في الاورو فارينكس يحصل للفيروس شيدنج، ومن هنا ياتي المود طور المود اوف ترانسميشن. اذا هيحصل له ريبليكيشن في الاورو فارينكس، وكمان هيعمل فيرنجايتس، ومن هنا هيحصل شيدنج للفيروس بحيث انه يصبح مود المود اوف ترانسميشن حقه عبر السلايفا نتيجه للملتيبليكيشن في الاورو فارينكس. بعدها على طول حيغادر الى الدم، الى الدم اتفقنا اي فيروس حيوصل الدم نسميه برافو عليك فيريميا، ومن الدم ذا حيروح يروح للليفر. ولذلك نقطه مهمه جدا، تخيلوا انفكشس مونونيوكلوزس وممكن يعمل هيباتايتس، وبس ولذلك في حنوصل لها في الهيباتايتس. في فرق بين مصطلحين، بين اقول هيباتايتس فيروس وبين اقول فايرال هيباتايتس. لما اقول فيرال هيباتايتس انه اي فيروس مش شرط التارجت الاساسي حقه الليفر، لكن هو معدي يوصل للليفر ويعمل دامج، فبالتالي نقول عليه فيرال هيباتايتس. لكن الهيباتايتس فيروس دي المين تارجت لها الليفر. تمام. اذا بعد ما وهو في الدم زي ما اتفقنا قبل شويه انه حيصيب البيسل ويظل كمان ليتنت في البيسل. طيب تعالوا نشوف ايش يعمل لما يدخل ويصيب البيسل. عنده قدرة انه يعمل بروليفريشن في البي سيل ويخلي البي سيل ذي امورتال. ايش معنى امورتال؟ خالدة ما تموت، خالدة ما يخليهاش تموت، يأخر عملية الابابتوزس بالنسبة لها، فبالتالي تظل. انتوا عارفين اللايف سايكل حق اللايف سبين حق البي سيل الى 9 ايام، ويحصل بون مارو انه يعمل تعويض، لكن ذا يخليها يخلي الفيروس دي امورتال، وبالتالي حيعمل بروليفريشن وحيعمل امورتال للبي سيل، وتظل كميه. وذا منطق. اذا المفروض حاجه تعرفوها انتم الان بدون ما اتكلم عليها، انه حيحصل انكريز في الليمفو سايتوزس لان زادت البي سيل وحيصبح عددها كبير. تمام. بس في النهايه لو ما يكون المرض عنده، لو ما نجي نعمل له السي بي سي، حيحصل انه في انكريز في الليمفوسايتوزس. احدى الانديكيشن ليش انكريز، لانه لو ما اصاب البي سيل خلاها امورتال. طيب الامر الاخر انه لو ما يصيب البي سيل يروح، انتم عارفين البي سيل واحده من الاميون سيل اللي بنسميها بتعمل انتيجين بريزنتيشن، صح؟ بالاضافه الى الماكروفيجز والدندريتك سيل. فلو ما يصيب البي سيل يروح يخليها تعمل اكسبريشن لديفرنت انتيجين على السيرفس حقها. الديفرنت انتيجين ذا اللي يحصل لها اكسبريشن تطلع على الام اس سي كلاس 1 ولا الام اس سي كلاس 2؟ قريب ولا بعيد؟ لحظه، في فرق بين بريزنتيشن وفي فرق بين فايرال انفكتد. تمام. فايرال انفكتد حيطلع على الام اس سي كلاس 1، بريزنتيشن حيطلع على الام اس سي كلاس 2. تمام. لو ما تطلع ديفرنت تايب اوف انتيجينز حيروح الاميون سيستم يتفاعل مع الديفرنت تايب اوف انتيجين ويطلع كميه كبيره من الانتي بوديز نسميها هيتروفيل انتي بوديز. ما معنى هيتروفيل انتي بوديز؟ ان عندها الانتي بوديز دي القدره انها تتفاعل مع نفس الفيروس سبيسيفيك، وكمان جزء من الانتي بودي حيتفاعل مع حاجه مش الفيروس، حاجه غير الفيروس، ومن هنا سميت هيتروفيل انتي بوديز. ما معنى هيتروفيل؟ هيترو يعني مختلف، وفيل يعني حب مختلف. يفترض ان الانتي بودي دي تحب الفيروس فقط، لكن عندها القدره انها ترتبط مع حاجه غير الفيروس، ومن هنا سميت هيتروفيل انتي بوديز. فجزء من الانتي بوديز اللي حيطلع جزء منه سبيسيفيك للفيروس، وجزء منه حيكون هيتروفيل انتي بودي يرتبط بحاجه ثانيه غير الفيروس. لهنا متفقين؟ تمام. طيب لو ما يحصل اكسبريشن الان للبي سيل تعمل اكسبريشن كانفكتد، ها، وتطلع على الام سي كلاس 1، من هي الخليه الريستريكتد انها تتعامل معها؟ تي سايتوكسيك تي سيل. فحتيجي التي سايتوكسيك تي سيل ترتبط مع الام سي كلاس 1 اللي على البي سيل وتعمل اتاك للبي سيل. حينتج حاجه هنا كاركترستيك ما تنسوهاش ابدا، اسمها اتيبيكال تي لمفوسايت. عاوزين نفهم ذي الاتيبيكال تي لمفوسايت ايش هي. ايش رايكم في الصوره هذه؟ هاي كبيرة هيك زغي. هي سواء. أنت
ايوه صح. طيب ركزوا معي لو سمحتوا، احد كبير واحد صغير. طيب ركزوا معي بس الفكره عشان تستوعبوها، مش لو ما القطط لو ما شو تقاتل وتحاول تكبر نفسها عشان تضخم نفسها قدام خصمتها او القطه الثانيه، صح؟ يعني تاهب للقتال، ما فيش معنى ذيل ولا شيء، الله اكبر عليهم، وين الذيل؟ فتكبر تكبر القطه على اساس انها تظهر نفسها انها قويه وانها مستعده للقتال. نفس الوضع تماما في الليمفوسايت. تعالوا شوفوا، ده نسميه اتيبيكال بوزيشن. التيبيكال بوزيشن التيبيكال الوضع الطبيعي، لكن ده اصبح اتيبيكال بوزيشن. تعالوا شوفوا هذه اسمه التي سيل العاديه في الريستنج، التي سيل العاديه شكلها كذا، لكن لما تبدا تروح تعمل اتاك للبي سيل اللي عملت اكسبريشن للابشتين بار فيروس على السيرفس حقها، حتصبح بالشكل ده. شايفين كيف كبرت؟ ومعناها انه ودي المين كاركترز على فكره في السي بي سي لما نشوفها في التشخيص، انه نشوف اتيبيكال ليمفوسايت. من فين جت الاتيبيكال ليمفوسايت؟ دي دلاله على انه التي سايتوتوكسيك تي سيل عملت اتاك للبي سيل، ولو ما عملت اتاك حصل تشينج في المورفولوجي لها، كبرت من كثر ما تعمل اتاك للبي سيل. فدي انه يحصل لو ما تهاجم التي سايتوتوكسيك تي سيل تتحول عندنا خلايا نسميها اتيبيكال تي ليمفوسايت. طيب الان الاكسرسايز الاول اللي هو الاكسرسايز الاول الباثوجينيسيس كرييت. ركزوا معي لو سمحتوا، كرييت سكيم كل مجموعه مع بعض، كرييت سكيم فور باثوجينيسيس للابشتين بار فيروس. تفضلوا لو سمحتوا، باثوجينيسيس للابشتين بار فيروس، الباثوجينيسيس. خلاص لو سمحتوا خلونا نحل الاكسرسايز سويا. طيب ركزوا معي، الفيروس ده اللي هو الابشتاين بار فيروس حينتقل ده بالسلايفا، صح؟ من السلايفا حيحصل له ريبليكيشن في الاورو فارينكس، ما شاء الله، حيؤدي زي ما قلنا الى فارينجايتس. ركزوا معي انه حنخرج بالديزيز الان بعد شويه. بعد كذا الفيروس ده حيحصل له كمان شيدنج. لا هنا كلكم كويس؟ بعد كذا الليتنسي في البي سيل، طبعا هو انفكت البي سيل ومرتل وليتنسي في البي سيل. كذا حيحصل اكسبريشن للفيرال بروتين على البي سيل، حتيجي طبعا لما يحصل امورتال في البي سيل، البي سيل دي حيحصلها بروليفريشن وحتطلع كميه انتي بوديز باشكال مختلفه نسميها هيتروفيل انتي بوديز. الاكسبريشن حق البي سيل لما يحصل البروتين على البي سيل على الام اس سي كلاس 1 حيخلي تي سيل يحصل لها اكتيفيشن اللي هي تي سايتوتوكسيك تي سيل، حتعمل اتاك وحيحصل بحاجه نسميها اتيبيكال تي ليمفوسايتس. كلكم عملتوا كده؟ طيب طيب ركزوا معي لو سمحتوا في الديزيز. اول ديزيز سب في الـ في الـ في الموست حيكون سب كلينيكال خاصه في التشايلد، مش حيكون اي كلينيكال. كيف نعرف؟ نرجع نشوف انتي بوديز اجينست الفيروس ده اللي بيشتين بار فيروس، لكن يوجوالي حيكون سب كلينيكال اور اي سيمباتوماتيك. جميل. الديزيز الثاني والشهير نسميه انفكشس مونونيوكلوزس، له اسم اخر يسموه جلاندولر فيفر، لان الفيفر تطلع تنزل، فذا الاسم الاسم الشهير له اسمه انفكشس مونونيوكلوزس. هذا الانفكشس مونونيوكلوزس كاركترايزد باي ايش؟ فيفر، مش قلنا قبل شويه هي سور ثروت لان في معه فرنجايتس، سور ثروت في معه فتيق كمان، لانه ما معنى لما الفيروس يصيب البيسل مش البيسل موجوده في كل الليمفاتيك سيستم، اذا حيحصل ليمف ادينايتس او ادينوباثي، بالاضافه الى انه حيحصل كمان اللارجد في السبلين.
دي المين كاركترز للانفكشس مونونيوكلوزس. قلنا ان الفيروس قادر يصيب الليفر فممكن يعمل هيباتايتس وممكن ما يعملش هيباتايتس. ودي نقطة مهمة على فكرة. ولما نجي نشوف احنا واحد عنده مثلا ليفر انزيمز او عنده جاوندس خلاص يروح بالنا على الفيروس الاساسية، لكن ممكن الابشتين بار فيروس يعمل الهيباتايتس. اذا لما نقول انفكشس مونونيوكلوزس ما معناه ان البيشنتس ذا كاركترايزد باي فيفر فتيج وسور ثروت وليمف ادينوباثي وحيكون عنده سبينوميجالي، بالإضافة إلى قد يكون عنده هيباتايتس أو ما عندهش هيباتايتس. الديزيز الثالث نسميه احنا الأورال هيري ليكوبليكيا. ده على فكرة مين كاركترز ما نشوفوش خالص هذا الديزيز إلا في الناس الإميونو كومبرمايزد بيشنت، ويوجوالي في الإيدز، مرضى الإيدز. ليش مرضى الإيدز؟ لأنه مرضى الإيدز حنوصلها إن شاء الله في محاضرة الـ HIV، السي دي 4 تقل، الكاونت حق السي دي 4 اقل من 200، فخلاص ما عاد فيش اميون سيستم خالص. فده الابشتين بار فيروس حيعمل ما نسميه بالاورال اورال هيري ليكوبليكيا. ما معنى ليكوبليكيا؟ هي عباره عن وايت باتشز، والكاركترز له ايش؟ انه هيري، انه فيه زي الشعر كذا. وده نجي نقول انه ما يحدث الا في الناس الاميونو كومبرمايزد بيشنت، يوجوالي الايدز بيشنت، لانه في مرحله الايدز حيوصل المريض الى انه عنده سي دي 4 الكاونت اقل من 200. الديزيز الرابع انه حيعمل بيركتس لنفوما في النجروز اللي هم الافارقه. ايوه، ده اللي اكتشفها عالم اسمه بيركتس فسماها باسمه، هو جراح فاكتشفت التيومر ذا. ما معنى بيركتس لنفوما؟ معناها انه في كانسر او تيومر في الليمفاتيك سيستم، وخصوصا في البي سيل، لانه احنا مش قلنا انه يصيب البي سيل. وانتم لو اخذتوا في البيزك ايمونولوجي اخذنا سويا انه حيكون موجود في الجيرمينال سنتر، فذي حيحصل لها تيومر وحيحصل الشخص ذا الليمفاتيك سيستم تيومر فيها، فبالتالي حنسميها بيركتس لنفوما. ويوجوالي بتكون بالنسبه للافارقه يسموها انديميك لانها بتكون سيفير. هذه واحده من المناظر انها بتصيب الجو او بتصيب الاوربيتال. وشايفين في الليمفاتيك سيستم، وعلى فكره السبورادك دي قلنا عليها انديميك، السبورادك ممكن يحصل البيركتس لنفوما في الابدومينال، لكن دول في الافارقه يوجوالي في الجو او في الاوربيتال. نيزوفارينجيال كارسينوما واحدة من الأشياء اللي ممكن، وفيتل طبعاً فيتل، واحدة من الأشياء اللي ممكن يعملها الابشتين بار فيروس. كيف نعمل لاب دياغنوسس لهذا الفيروس؟ واحد، أول شيء سي بي سي. السي بي سي حنشوف حاجة بنسميها احنا أبسوليوت لينفوسايت. ما معنى أبسوليوت لينفوسايت؟ معناها إن الدبليو بي سي إنكريز واللينفوسايت إنكريز. ولما نقول احنا ريليتيف لينفوسايتوزس ما معناها إن الدبليو بي سايت نورمال لكن اللينفوسايت انكريز. فهنا حنشوف ابسوليوت لينفوسايتوزس وحتكون اكثر من 25000، اكثر من 25000، واحنا كلنا النورمال رينج حقنا الى 10000. هذه النقطه الاولى المين كاركتر. النقطه الثانيه انه، ودي على فكره بالمناسبه نقول هي المفرحه بالنسبه لنا، ان احنا نشوف التقرير يجي الريبورتس حق السي بي سي انه في اتيبيكال لينفوسايت، لانه لو ما فيش ذا حيشك الواحد باشياء اخرى، حيشك باللمفوما وغيرها. فذي من ضمن الاشياء اللي لو واحد شافها شيء مبشر بخير انه في اتيبيكال، اذا ذا عنده انفكشس مونونيوكلوزس. فذي زي ما قلنا كويس اني اشوف اتيبيكال تي لينفوسايت. في اثنين علماء، واحد اسمه بول واحد اسمه بانل، مش اتفقنا واحنا بنتكلم على الباثوجينيسيس انه يحصل هيتروفيل انتيباديز؟ ما معنى هيتروفيل انتيباديز؟ انه في ديفرنت تايب اوف انتيباديز، جزء من هذه الانتيباديز عندها القدره انها ترتبط بالفيروس، وجزء من هذه الانتيباديز عندها القدره ترتبط بحاجه غير الفيروس. وجدوا البول والبانل تيست انه الانتيبادي اللي تنتج عن الابشتين بار فيروس عندها القدره انها ترتبط مع الشيب ار بي سيز. فيروح يجيبوا سيرم المريض عادي، ياخذوا له دم ويفصلوا السيرم ويروح يحطوها على شيب ار بي سيز. لو حصل اجلوتينيشن نقول دي بوزيتيف للهيتروفيل انتيبادي، طبعا ما هو سبيسيفيك لكن يمشي مع الاذر انفستيجيشنز. اذا ما معنى بول بالانتس؟ هو بيقيس الهيتروفيل ما مدى وجود هيتروفيل انتيباديز، لانه لو عنده هيتروفيل انتيباديز عندها القدره انها تعمل اجلوتينيشن مع الشيب ار بي سيز. في
في حاجة مهمة جدا في التشخيص ان احنا نشوف الانتي بوديز اجينست الفيرال كابسيد انتيجين والاي جي ام. لو حصلنا اي جي ام اجينست الفيرال كابسيد انتيجين ذا كاركترستيك انها ريسنت انفكشن. الامر الاخر نفس الوضع الفيرال كابسيد انتيجين لو حصلنا له اي جي جي ممكن تكون باست انفكشن وممكن تكون ريسنت انفكشن. هشرحها بعد شويه ليش. الامر الاخر اللي هي ديفينتلي ما عاد فيهاش كلام لو حصلنا ابشتين بار فيروس نيوكليير انتيجين الانتي بوديز للابشتين بار فيروس نيوكليير انتيجين من نوع الاي جي جي دي معناها ان الشخص ده تعرض باست اكسبوجر للفيروس. طيب تعالوا نشوف دي كيف حنشرحها بالضبط. هذه مرحلة الأكيوت أو مرحلة الريسنت وهذه مرحلة الكونفاليسنس اللي هي مرحلة الشفاء. هذا الآن الآي جي ام. فبالتأكيد الآي جي ام حنحصله في مرحلة الأكيوت أو مرحلة الريسنت ما في أي كلام خالص. متفقين؟ تمام. تعالوا نشوف الآي جي جي ممكن نحصله ممكن ما نحصلوش في مرحلة الريسنت. شايفين كيف الآي جي جي حيطلع وحيستمر في مرحلة الشفاء. فالآي جي جي لو أخذنا العينة بدري ممكن أحصل آي جي إم وآي جي جي فدي دلالة على ريسنت. لكن لو أخذنا الـ مثلاً بعد 10 أسابيع من الإنفكشن هحصل آي جي جي فقط في مرحلة الكونفاليسنس. فبالتالي ممكن الآي جي جي من هذا المنطق ممكن أحصله في الاثنين ودي تعتمد على إيش؟ على متى أخذ العينة. فلو أخذت العينة بدري ممكن أحصل آي جي جي وما أقدرش أقول إن الآي جي جي دي إنها دلالة على الباست انفكشن الا اذا ما عاد حصلتش الاي جي ام. لكن لو حصلت الاي جي ام معاه معنا الاثنين دلاله على الريسنت انفكشن. لكن تعالوا شوفوا الماركر الثالث اللي قلنا عليه اللي هو الانتي ابشتين بار فيروس نيوكليير انتيجين. شايفين كيف مش حنحصله اطلاقا الا في مرحله الباست انفكشن. واضح بالنسبه للتشخيص حقها؟ ممتاز. طيب تعالوا شوفوا هنا بس الجدول كيف في الاكيوت ممكن احصل اي جي ام زي ما قلنا ممكن احصل اي جي جي او ما حصلوش بالنسبه للي هو الفيرال كابسيد انتيجين. لكن بالتاكيد في مرحله الاكيوت مش ححصل انتي بوديز للابشتين بار نيوكليير انتيجين. في مرحله البريفيوس بالتاكيد مش ححصل اي جي ام ححصل اي جي جي وححصل الانتي بودي اجينست للابشتين بار فيروس نيوكليير انتيجين اللي هو الاي جي جي. واضح؟ تمام. طبعا اكيد البي سي ار سبيسيفيك وسنسيتيف بالنسبه للابشتين بار فيروس. تريتمنت هذا ما له تريتمنت ما فيش له اي تريتمنت خالص كلها اي ذا حتكون سبورتيف ما فيش اي سبيسيفيك تريتمنت له الابشتين بار فيروس. لكن الانفكشس مونونكلوزس يحصل له سيلف ليميتنج يعني ما فيش اي مشكله فيه تحصل مانيفيستيشن اللي قلنا عليها لكن يحصل سيلف ليميتنج. ركزوا معي لو دخل في مرحله البركتس لينفوما ذا على طول حيكون كيموثيرابي ويدخل في مرحله انه ذا خلاص اصبح كانسر. لكن في مرحلة infectious mononucleosis ما فيهاش أي مشكلة وself limiting ما فيش معنى للحظة دي ما فيش معنى أي specific treatment لها. حتى بس كيف نجي نقول نعمل prevention no إنه avoid casing لو في أي شخص مريض. الفاكسينز لا زال under trial واحتمال إن شاء الله قريبا يطلع الفاكسين بالنسبة لإبشتين بار فيروس. طيب الآن في معنى الكيس study أرجوكم تقروها ولو سمحتوا الجميع groups لأنه فيها أشياء مهمة جدا ركزتوا عليها إن شاء الله حتكون الوضع بالنسبة لكم سهل. تفضلوا يا طيب ركزوا معي أنا حقرأ لكم أول اسمه الكيس. هذه سارة أحمد عمرها 31 سنة كانت عايشة حياة سعيدة جدا وفي يوم من الأيام بدأت تعاني من فيفر وسور ثروت وبعدين فجأة حصل عندها لينفا أدينوباثي. راحت للدكتور الدكتور حقها اللي راحت له الله يهديه حولها للإنكولوجي سنتر. خافت هي طبعا لأنه إنكولوجي سنتر خافت. فالإنكولوجي سنتر لما راحت عملوا لها الفحوصات بعض الفحوصات وبعد ما ظهرت النتائج أخبروها إنه الحمد لله أنت ما عندكش تيومر. لا ما عندكش تيومر هو أساساً حولها كان شاكك في
فما عمش تيومر. طيب السؤال الأول، إيش كان شك الطبيب؟ إيش كان؟ رفع. كان شك في لنفوما. طيب خلاص خلوكم معي. الأمر الآخر، إيش التست اللي طلبوها في وبعدين في الإنكولوجي سنتر؟ طلبوا أكيد تست، عشان في النهاية هم قالوا لها أنت ما عندك تيومر. إيش التست اللي طلبوها؟ التست اللي طلبها أكيد سي بي سي في ذا، وطلبوا بولبلال تست، وطلبوا اي جي ام اند اي جي جي للفيرال كابسيد أنتيجين. مش اتفقنا الفيرال كابسيد أنتيجين واحدة من الدياغنوسس الانفكشس مونونيوكلوزس؟ تمام، بس قدوا في النهاية الانكولوجي سنتر قال ما عندك تيومر، واللي قال بايوبسي من فين بايوبسي؟ لا قلنا عندها بيركتس لنفوما، ولا قلنا عندها سولينج في الجو، ولا عندها في شيء. على اي بايوبسي من فين؟ او من جاء عندكم امثله بايوبسي؟ طيب الامر الاخر، ايش الاكسبكتيشن اللي ظهرت؟ هم عملوا ريزلت اكيد لما بشروها انه ما عندك تيومر، ايش الاكسبكتيشن اللي ظهرت؟ برافو عليك، هي ابسوليوت لينفوسايتوزس اكيد في سي بي سي، اتيبيكال لينفوسايتوزس، البوزيتيف بول بانل تيست، وكمان اي جي ام. طيب السؤال، ليش الدكتور حولها؟ الدكتور حولها لانه الله يهديه لو ما شاف لينف ادينوباثي شك، ولا عاد عمل لها فحوصات ولا عاد عمل لها شيء، فقال لها من الاخر روحي الانكولوجي سنتر. فايش اللي خلى الدكتور يحولها؟ لانه شاف لينف ادينوباثي، فلو ما شاف اللينف ادينوباثي ما عاد عمل لها اي انفستيجيشن، قال خلاص تروح الانكولوجي سنتر وهم يعملوا اللازم. فبالتالي ارجوكم لما نقرا حاجه نجاوب عليها ونكون منطقيين، او حتى يكون في نقاش منطقي فيها. طيب اذا هذه الاكسبكتيشن للريزلت اللي ظهرت في الانكولوجي سنتر. بعدها ايش الدياجنوسيس اللي توقعك؟ اكيد دياجنوسيس انفكشس مونونيوكلوزس. طيب وات از ذا كوزاتيف ايجنت؟ اللي هو الابشتين بار فيروس. طيب المود اوف ترانسميشن انفكتد سلايفا. هيا بالله جاهزين الان؟ جاهزين يلا يا هشام، تعالهم بالله يا هشام. ابدا هنا ولا هنا؟ لا حبدا هنا، ركزوا معي، حبدا هنا. السؤال الاول لكم، the following diseases are associated with Epstein or Epstein-Barr virus infection. Infectious mononucleosis. برافو. الاورال هيريليكوبليكيا، رائع. نيزوفارينجيال كارسينوما، بيركتس لنفوما، ممتاز. السؤال الثاني لكم، after the primary infection with the Epstein-Barr virus it becomes latent on red blood cell, trigeminal ganglia, B cell. برافو، T cell بالتأكيد حيكون في البي سيل. ثلاثة، الهيتروفيل antibodies are characteristic to infection with the following virus. يعني لما تظهر هيتروفيل antibodies في فيروس، هو كاركترستيك انه يعمل هيتروفيل انتيبوديز. سايتوميجالو فيروس لسه ما خبرش، ابشتين بار فيروس، برافو. الفيرسيلا زوستر فيروس اكيد، الهربس سيملكس فيروس اكيد، الابشتين بار فيروس. اتيبيكال لينفوسايتس كان بي ديتكتد ان ذا فولوينج ديزيز، هربس ليبليز، جينيتال هربس، تشيكن بوكس، الانفكشس مونونيوكلوزس. وما تنسوهاش، ايوه النقطه اللي كنت تقول لي عليها، الاتيبيكال تي لينفوسايت تعتبر فرج لما نشوفها، انه ذا لانه البيشنت حيجي معه لينف ادينوباثي، فلما نشوف عنده اتيبيكال تي لينفوسايت دي تعتبر حاجه سعيده ان احنا نشوفها انه ذا انفكشس مونونيوكلوزس. طيب سايتوميجالو فيروس سهل جدا، حنعمل الديفينيشنز منه بالنسبه له، الباثوجينيسيس، الديزيز، لاب دياجنوسيس، والتريتمنت، والبريفنشن. سموه سايتوميجالو فيروس الاتي، سايتو ايش معناها؟ وميجالو هذه الخليه، لو اصيبت بفيروس شايفين كيف؟ لارج، فمن هنا سمي سايتوميجالو فيروس. الديفينيشنز حقه سمبل، الاستراكشر خلاص الحمد لله ما عندكم اي مشكله، دبل ستراندد اكيد، الدي ان اي اكيد، انفلوبد اكيد، كوسا هيدرال اكيد. هذا السيتوميجالو فيروس فقط ليدنج سيريس إلنس في الاميونو كومبرمايزد بيشنت، يعني اي شخص نورمال يوجوالي مش حيحصل عنده اي مشكله خالص، لكن لو كان اميونو كومبرمايزد بيشنت حيعمل سيفير اور سيريس إلنس.
طيب تعالوا نشوفها الباثوجينيسيس بالنسبه له. المود اوف ترانسميشن له تو مود اوف ترانسميشن. المود اوف ترانسميشن الاول اللي هو الايرلي في البدايه يحصل ترانس بلاسنتال ويحصل عبر البريست فيدنج، ده ايرلي. الامر الاخر يحصل مود اوف ترانسميشن ليتر سواء بالسلايفا، سيكشوال ترانسميشن، بلاد ترانسفيوجن، واهم حاجه اللي هو الاورجان ترانسبلانتس. دي مود اوف ترانسميشن شهيره جدا بالنسبه له. اذا في مود اوف ترانسميشن في بدايه الحياه، وفي مود اوف ترانسميشن ليتر فيما بعد. وقد قلنا زي ما تقولنا سلايفا وسيكشوالي وبلاد ترانسفيوجن واورجان ترانسبلانتس. الديزيز له ثلاثه ديزيز، يا يحصل في الناس اللي هم النورمال هوست، او الناس اللي هم اميونو كومبرمايزد، او كونجينيتال انفكشن لو صاب بريجننت وومن. طيب الليتنسي حقه شهير جدا في الليكوسايت عند الكدني، يظل ليتنت هناك. واي شخص اميون كومبتنت يوجوالي مش هيحصل عنده اي حاجه ظاهره بشكل قوي، يوجوالي طبيعي حيعيش، حتظل عنده ليتنت. لكن متى حيحصل له الديزيز؟ لو حصل ان هذا الشخص اصبح اميونو كومبرمايزد بيشنت. طيب تعالوا نشوف الديزيز اللي حتكون في الاميون كومبتنت، شخص اميون حقه مناعه كويسه، ايش الديزيز اللي حينصاب بها؟ اول امر اسيمباتوماتيك زي ما اتفقنا، ويظل ليتنت فين؟ في الليكوسايت والكدني. فده اول شيء، وده المست انهم بيكونوا سب كلينيكال، ما فيش عندهم اي مشكله. الديزيز الثاني ممكن يحصل عنده انفكشس مونونيوكليوزس لايك، لكن ذي طب مايل، طبعا ما هيش زي الابشتين بار فيروس، مايل ممكن يعمل هيباتايتس. الامر الاخر كيف نفرقهم؟ انه لما نعمل له هيتروفيل انتي بادي حيطلع هنا نيجاتيف، لانها زي ما قلنا قبل شويه ان الهيتروفيل انتي بادي كاركترستيك للابشتين بار فيروس. في حاجه مهمه دي حديثا على فكره، هذه حديثا، قالوا في ناس يجي عنده تضيق في الشريان التاجي ستينوزس، فعشان يفتحوا التضيق ده يروحوا يعملوا قسطره ويعملوا دعامه، وعلشان بس يعملوا توسيع ويزيلوا الاستينوزس ده. كويس، تمت القسطره بنجاح والامور كويسه. لو الشخص عنده سايتوميجالو فيروس اللي كان عنده ستينوزس، بعد ما يعملوا له الدعامه ذي وخلاص وتنتهي الامور، يحصل ري اكتيفيشن للفيروس، والفيروس زي ما انتم من اسمه سايتوميجالو حيعمل بروليفريشن للسموث ماسل، فحيعمل حاجه بنسميها ريستينوزس للكورونري انجيوبلاستي. ولذلك الان يوصوا بانه اي واحد حيعملوا له دعامه انه يعملوا له سايتوميجالو فيروس قبل، عشان ما يحصلش عنده ري ستينوزس. دي الحاجات الريسنت بالنسبه للسايتوميجالو فيروس. كويس، احنا اتفقنا ان الفيروس ده ليتنت في الظروف الطبيعيه ما يعملش اي حاجه غالبا، لكن عندما وجدوا العلماء عندما بيحصل تركيب دعامه ان هذه الدعامه بتعمل ري اكتيفيشن للفيروس، ويصبح الفيروس ده يحصل له مالتيبليكيشن. لو ما يحصل له مالتيبليكيشن حيحصل بروليفريشن وحيصيب السموث ماسلز، فلما يحمل يصيب السموث ماسل حيرجع مره ثانيه يعمل ريستينوزس. طيب هذا في الاميون كومبتنت. الا الاميون كومبتنت ما فيش معنا مشكله اللي هي السيريس الا ريستينوزس للكورونري انجيوبلاستي. تعالوا نشوف في الاميونو كومبرمايزد بيشنتس، في معنا ثلاثه اشياء مهمه جدا. لو كان المريض عنده ايدز، لو كان المريض بيريسيفينج كيموثيرابي، لو كان المريض ذا ريسيفينج اورجان، دي كلها على فكره لابد ناخذها بشكل حذر جدا. ايش اللي حيحصل؟ الخطوره في الاتي، يا ان الشخص عنده الفيروس من قبل وتعرض للايدز هيحصل ري اكتيفيشن، يا الفيروس عنده من قبل وتعرض المريض لاورجان ترانسبلانتيشن وهيحصل ري اكتيفيشن، او بالنسبه للكيموثيرابي وهيحصل ري اكتيفيشن، او ان الشخص ده مثلا لسه عمل اورجان ترانسبلانتيشن وتعرض برايمري انفكشن للسايتوميجالو فيروس. دي ايضا خطيره، ولذلك على فكره اي مثلا كدني ترانسبلانتيشن يظل المريض ذا فتره يعني معزول عن الناس حتى ما يصابش باي انفكشن تعمل المشكله، لانه اميون كومبرمايز اساسا، وبيعيش على فكره طول عمره تحت اميون سبريسن
مفروض ايه حتكلم عليها في الايمونولوجي ترانسبلانتيشن ان شاء الله. طيب ايش ده اللي ممكن يحصل عندهم؟ اول شيء ريتينايتس وممكن يؤدي الى بلايدنس. الامر الاخر ممكن يتعرض الى نيمونيا. دي الاشياء الاساسيه والريتينايتس هو الاهم فيهم. تعالوا نشوف للكونجينيتال انفكشن نفس الوضع، مرأة سواء كانت برايمري اور رياكتيفيشن حيحصل عندها احدى الاشياء الثلاث، يا ابورشن يا ستيل بيرث يا سايتوميجاليك انكلوجن ديزيز. ايش الفرق بين الابورشن والستيل بيرث؟ الفرق الاتي، انه اذا قبل 24 اسبوع نسميه ابورشن، اذا بعد 24 اسبوع نسميه ستيل بيرث، ويوجوالي بيولد ميت. إذن دي الفرق الأساسي بالنسبة للزمن 20 إلى 24، هما يوجوالي بتكون 24 أسبوع. طيب تعالوا نشوف السايتوميجاليك انكلوجن ديزيز. لو أصيبت المرأة في الفيرست ترايمستر البريجننسي، ممكن الجنين ذا يحصل له حاجة متلازمة أو نسميها سايتوميجاليك انكلوجن ديزيز، يحصل عنده بلايدنس، يحصل عنده ديفنس، يحصل عنده منتال ريتريديشن، يحصل عنده هيباتوسبيروميجالي. ودي المور كومن بالنسبه لها كسايتوميجاليك انكلوجن ديزيز. تعالوا نشوف اللاب دايجنوسيس، فيري سمبل. طبعا الكلشر ممكن تتعمل لكن ما هياش روتين، نعمل كلشر من الثروت واشنج لانه موجود زي ما قلنا، هو اساسا اتفقنا عليه انه موجود في كل البادي فلويدز. الامر الاخر في كاركترستيك بالنسبه للفيروس ده، انه الانكلوجن باديز دي اتفقنا انه تحصل في اللوبريكيشن، يحصل في النيوكليوس، فبالتالي الانكلوجن بادي حتحصل في الانتر نيوكليير الانكلوجن باديز. بس لها مين كاركترز؟ اولز اي، عيون عين البومه. تماما، شايفين كيف ده زي عين البومه، ودي كاركترستيك للسايتوميجالو فيروس. لما نشوف الاولز ايز، طبعا ممكن نشوفها باللايت ميكروسكوب بعد ما نصبغ السبيسمن، حنشوف الاولز اي، ودي كاركترستيك للسايتوميجالو فيروس. بالتاكيد البي سي ار هو المور سبيسيفيك مور سنسيتيف للديتكشن للسايتوميجالو فيروس. اكيد الانتي باديز خاصه الاي جي ام حتعطينا انديكيشن انه في ريسنت انفكشن، او اي جي جي حتكون في باست انفكشن، فدي من ضمن الاشياء اللي بنستخدمها في الدياجنوسيس. طيب التريتمنت، في درج من مجموعه الاسايكلوفير يسموه جان اسايكلوفير، درج اوف تشويس بالنسبه للسايتوميجالو فيروس. البريفنشن اكيد ما دام ينتقل بالبلاد ترانسفيوجن، يفترض ما اعطيش اي قربه بلاد ترانسفيوجن لو قد عملنا ديتكشن للسايتوميجالو فيروس. اكيد اي اورجان ترانسبلانتيشن، ما يمكنش اعمل اورجان ترانسبلانتيشن الا وقد عملنا للدونر والريسيبيانت الاثنين اللي ما عندهمش. وما تنسوش قلنا قبل شويه فين الليتنسي حقه؟ بالكدني. طيب الامر الاخر انه الفاكسين اندر ترايل، بس الحلو فيه انه تجاوزوا الان في 2018 الفيس 1 تم بنجاح، فانا اعتقد انه قريبا ان شاء الله حيكون له فاكسين بالنسبه للسايتو ميجالو فيروس، لانه في 2018 اول بوزيتيف طلعت في للفيس 1، فان شاء الله باذن الله قريبا حيكون ان شاء الله له فاكسين. طيب الان الاختبار للتست نبدا هنا صح؟ نبدا هنا. ريستنوزس ان كورونري انجيوبلاستي، ريتينايتس نيورو كومبرومايز، سايتوميجاليك انكلوجن ديزيز. معانا ولا معانا؟ طيب after primary infection with cytomegalo virus it become latent in lymphocyte, yes, kidney, T cell بالتأكيد الليكوسايت والكيدني. ثلاثة، سايتوميجالو فيروس may be transmitted by saliva. مكانك؟ طيب blood transfusion transplacental
organ transplantation. Saliva. Characteristic inclusion bodies in cytomegalovirus virus is Kudri inclusion bodies. Hey, modulated Kudri inclusion bodies. Inclusion bodies in cytoplasm. The inclusion body in nucleus. وكمان characterized by false inclusion bodies. طيب. الآن تعالوا إلى الفيروس اللي بعده اسمه Human Herpes Virus 6. هذا الفيروس يؤدي إلى ديزيز في الإنفانت يسموه روزيلا إنفانتم، أو ساعات يقولوا عليه روزيلا سيبتيم. وهذا الروزيلا إنفانتم يسموه 6 ديزيز. إذا 6 ديزيز إيش معناه؟ معناها إنه في قبله 5. الأطفال بيحصل عندهم سكراش أو نسميها إكزنثيما ديزيز، عددهم كبير، لكن أهم 6 هذا السادس اسمه روزيلا إنفانتم، وقبله 5 حنشوفهم بعد شوية. هذا الديزيز كاركترايزد باي إيش؟ يجي الإنفانت وعنده فيفر، عنده سور ثروت، عنده سيرفايكال لينف أدينوباثي، وبعد 3 أيام من الحمى تختفي الحمى ويبدأ يظهر عنده ما نسميه بالروز راش أبيرز. لذلك لما يروح عند الأم تشل وليدها عند طبيب الأطفال ويشوف عنده فيفر وعنده سور ثروت وعنده سيرفايكال لينف أدينوباثي، يطلب من الأم أنها تكشف على بطن ابنها أو وليدها ويشوف الروز، وذي كاركترايزد لما نسميه بالروزيلا إنفانتم اللي هو كوزد باي هيومن هيربس فيروس 6، واللي سميناها قبل شوية 6 ديزيز. معناها انه قبله 5 من الديزيز اللي بيعملوا سكراش في الاطفال، وزي ما قلنا عددهم كبير، لكن احنا يهمونا هؤلاء الستة. تعالوا نشوف الخمسة اللي قبله. احنا اختصرناهم كده مستر فيربر. تعالوا نشوفهم. اول واحد الميزلز، ده عارف كده يسموهم إكزانثماتيك ديزيز. أول واحد من الام من المستر اسمه ميزلز، والاس سكارلت فيفر. سكارلت فيفر كوزد باي وات؟ سبتكوكس بايتوني. سكارلت فيفر كوزد باي وات؟ خسارة. دكتور حسن لو حضر اليوم بيحصاب بشق، والله أنكم درستوها. ستريبتوكوكس ايش؟ بسرعة، وبعدين بسألكم وجاوبوا عليه بعدين مش الآن. ما تعملش ستريب بايوجينيز سكارلت فيفر إلا إذا كان لديها جين اسمه إريثروجينيك توكسين، فحتعمل ما نسميه بالحمى القرمزية. وما ليش ناتج على الحمى القرمزية؟ لأن في الستريب بايوجينيز توكسين جين حصل له انتري اسمه إريثروجينيك توكسين. للمحاضره الجايه يقولوا لي من فين هذا الجين جاء. طيب اذا المستر مستر مستر معانا اختصار كلمتين، ميزلز سكارلت فيفر. الكلمه الثانيه اسمها فيربر. اول الاف فرسيلا اللي هي تشيكن بوكس. اذا ذي من ضمن الاكزانثماتيك ديزيز. هم 6 صح؟ طبعا هم كثير بس دول الكمر اللي اتفقوا عليهم. الار روبيلا والبارفو فيروس اللي حناخذه اللي يسموه فيفث ديزيز. اذا ركزوا معي، اختصار الاكزانثماتيك ديزيز اللي هم 6 ديزيز اختصارهم بكلمه مستر فيربر. الام الاوله ميزلز، السكارلت فيفر، البي فرسيلا، الار والبي والار روزيلا انفانتوم اللي هي 6 ديزيز. شايفين لما نسميها احنا 6 ديزيز لانها روزيلا انفانتوم. اذا دول نسميهم الاكزانثماتيك ديزيزز. طبعا يوشولي دول الروزيلا انفانتوم بتكون ليتنت في التي سيل، وذاك يسموها تي لمفوتروبيك. ما معنى لمفوتروبيك؟ راكبه على التي سيل. 7 نفس الوضع تماما، روزيلا انفانتوم لايك بس مايلدر. 7 هي بتعمل روزيلا انفانتوم لكنها مايلد. اخر حاجه بنسميها الكابوسي ساركوما اللي هي هيومن هيربس فيروس 8،
وبعحان حتى يطلقوا عليه كابوسي فيروس. على فكرة كلمة كابوسي يوجوالي هي العالم هنغاري اكتشف الحالة دي زمان قبل فترة طويلة، فسميت باسمه بعد ما أكدوها العلماء اسمها كابوسي. ده فيروس هذا يوجوالي اللي أثبتوه في عام 1994 إنه كوز كابوسي ساركوما in patient with AIDS. ويوجوالي immune compromised patient، بس يوجوالي in AIDS بتكون الكابوسي ساركوما. إيش الكابوسي ساركوما ده؟ هو عبارة عن endothelial cell tumor للblood vessels، وبالتالي حنشوف multiple vascular nodules. شايفين حتى الشكل حقها بيربل لأنه جاي من البلد فيزلز بيربل، فذي خلاص في نهاية ما عاد فيش أي إميون سيستم. ولذلك لو تعرض واحد لأي واحد من إحنا الإميون كومبتنت لو تعرض للهيومن هيربس ولا عنده أي مشكلة خالص، لكن لأنه خلاص الإميون ذا إميون كومبرمايزد بيشنتس حيعمل له تيومر في الإندوثيليال سيل ونسميها إندوثيليال سيل تيومر كاركترايزد باي مالتيبل فاسكولار نديول. يوجوالي بنشخص احنا بالبي سي ار مور سبيسيفيك مور سنسيتيف. اخر حاجه في كلمه كمان، اليوم خدنا احنا كلمتين مستر ايش فيربر، والان الترش ترش لا ايوه ترش هي المصباح، بس هي اختصار حاجه ثانيه. هي ما معنى الترش معناها انه انفكشن للبريجننت وومن كان ليد تو سيفير فيتال انوماليز كان بي تؤدي الى الفيتال لوس. الفيتال لوس يحصل له الفيتاس يحصل له لوس. طيب تعالوا نشوف هذه الترش اختصار ايش. اول شيء التي اختصار التوكسو بلازموزس دي في الباراسايت، والاو اختصار اذر من ضمنها الفيرسيلا من ضمنها السيفلس من ضمنها البارفو فيروس بي 19، الار الروبيلا والسي سايتوميجالو فيروس، والاتش اللي هي الهربس سيمبلكس فيروس تايب 2. دي كلها نسميها احنا نسميها الترش. طيب اليوم احنا اخذنا محاضرة جدا ممتازة، عرفنا إبشتين بار فيروس، عرفنا سايتوميجالو فيروس، عرفنا الهيومن هيربس 6 و 7 وعرفنا الهيومن هيربس، والحمد لله عملنا تست الاور سيلف وطمننا عليكم والحمد لله. شكرا جزيلا لكم. شكرا لكم.